لمزيد من التفاصيل تضم إلينا مراسلتنا من غزة الزميلة منى عوكل. منى، بعد التحية، ما مظاهر هذا التصعيد الإسرائيلي الأخير خصوصا بعد استهداف موقع من قبل الصواريخ الإسرائيلية ليلة أمس؟ نعم، يعني تحياتي لك وتحياتي لجميع المشاهدين. عمليا في هذه اللحظات تستمر الفعاليات اليومية التي يقوم بها الشباب الثائر الفلسطيني بدعوة من بالقرب من السياج الفاصل. يعني كل المحاولات التي قامت وتقوم بها إسرائيل لثني الشباب عن الاقتراب من السياج الفاصل تعبير عن احتجاجاتهم تجاه ما يحدث في المسجد الأقصى وأيضا بحق الأسرى والاعتقالات إلى الاجتياحات المستمرة، كل هذا لم يثني الشباب عن الاقتراب والذهاب للتعبير عن احتجاجهم. عمليا القصف الإسرائيلي يأتي في سياق محاولة يعني الرد على هذه المشاركات من قبل الشباب الفلسطيني ومحاولة إرسال رسالة لنقاط الرصد والفصائل الفلسطينية بضرورة أن يتم إخلاء هذه المناطق بشكل سريع وأن تكون هذه المنطقة آمنة بالنسبة للجنود الإسرائيليين تماما. دعني أشير إلى أنه أكثر ما يقلق إسرائيل منذ يعني سنوات وحتى اللحظة تحديدا منذ اختطاف الجندي جلعاد شليط عام 2005 وحتى اللحظة أو 2006 على الأصح، وحتى اللحظة أكثر ما يقلق إسرائيل بأن يقترب الشبان الفلسطينيين بالقرب من السياج الفاصل خوفا من أن تقام أو تجرى أي عملية لاختطاف الجنود الإسرائيليين. عمليا هذا يعني القلق ربما الإسرائيلي الزائد هو ما يدفع جنود الاحتلال الإسرائيليين إلى استهداف المراصد القريبة من المنطقة الحدودية. يوم أمس كان هناك استهداف وأول أمس قبل قليل أيضا، يعني بما أنه عفوا هذه الفعاليات لهذا اليوم قد بدأت بالفعل قبل حوالي 3 أو 4 دقائق من الآن، كان هناك خبر يتحدث عن استهداف مرصد جديد بالقرب من السياج الفاصل تحديدا في منطقة الزيتون وسط قطاع غزة. إذن هذه الممارسات مستمرة. ما طبيعة هذه المواقع التي تم رصدها واستهدافها من قبل قوات الاحتلال؟ هي بطبيعة نقاط للضبط الميداني، هذه النقاط هي النقاط التي يتمركز يعني الجنود التابعين للفصائل الفلسطينية لمحاولة الحفاظ على المنطقة آمنة، يعني تأكد من ابتعاد أي فلسطيني من قطاع غزة من السياج الحدودي الفاصل خوفا من أن يتم إطلاق النار عليه. هذه المنطقة عمليا أو هذه المراصد تأتي في نطاق 300 متر التي تسمح أو لا تسمح على الأصح بها إسرائيل بالحركة تماما من قطاع غزة. إذن هناك 300 متر تفصل ما بين السياج الفاصل بين قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة لا يسمح أبدا الاقتراب منها. تأتي هذه المراصد لمتابعة كل ما يجري داخل هذه المنطقة الحدودية لمنع وحماية الفلسطينيين من الاقتراب من هذه النقطة، لأن بالنسبة لأي جندي إسرائيلي أي حركة في تلك المنطقة تعني استهدافا مباشرا لهذا المقترب. وبالتالي هذه النقاط هدفها هو مراقبة الحدود والحفاظ على الأمن والحماية والتأكد من حالة الهدوء بشكل كامل. منى عوكل، مراسلة القارة الإخبارية من قطاع غزة، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل.